الكواليس، فقرة جديدة في صباح العربية نطل من خلالها على آخر الأخبار الفنية وما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي من مواضيع على الساحة الفنية. حصيلة الأسبوع من الأخبار الفنية مع الزميلة سهى الوعل وبلمسة الزميل أيهم القاسم. أنا من وجع الماضي خلاف غير مباشر اندلع ما بين الفنانتين ماجي بغصن وسيرين عبد النور بسبب مسلسل للموت، واللي أكدت سيرين إنها كانت المرشحة الأولى لبطولته، لتتفاجأ بعدين بأنه شركة الإنتاج أعطت الدور لماجي اللي كانت قالت كمان إنها المرشحة الأولى للدور. الفنانتين ألغوا متابعة بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والصحافة انقسمت ما بين من يرون بأنه الأمر حق مشروع لسيرين، ليس من المفترض أن يزعج ماجي أو الشركة المنتجة، وبين من يرون أنه تصريح غير موفق كونه تكذيب غير مباشر لتصريحات ماجي السابقة. الشركة المنتجة أصدرت بيان وصفته الصحافة بالقاسي، ينفي كافة تصريحات سيرين اللي استشهدت بدورها بكاتبة العمل نادين جابر. بالاتصال بكاتبة نادين جابر أكدت بأنه موقفها هو نفس موقف الشركة المنتجة، وأن البيان الصادر كان مشترك وبعلمها وموافقتها، وبأنه سيرين لم تكن الوسيط ما بينها وما بين الشركة، وأنها ليس لها علاقة بالعمل. رغم أنه عيد الأضحى انتهى، إلا أنه أفلام موسم عيد الأضحى لا زالت تتنافس على الشباك السينمائي في كل أنحاء الوطن العربي، وما بين كيرا والجن واللي أنضم مؤخرا لقائمة أعلى 10 أفلام من ناحية الإيراد في السينما المصرية، وفيلم عمهم وفيلم بحبك انقسمت آراء النقاد بين الأفضل والأسوأ منها، حيث كانت اختيارات الناقد السينمائي أحمد سعد الدين كالتالي: أفضل فيلم كمستوى فني كيرا والجن، أفضل مخرج هو مروان حامد، أفضل ممثل كريم عبد العزيز رغم المباراة الشرسة مع أحمد عز، وأفضل ممثلة هي هند صبري. بينما كانت اختيارات الناقد طارق الشناوي أفضل فيلم كيرا والجن مع فارق كبير في المستوى، أفضل مخرج مروان حامد، أفضل ممثل هو كريم عبد العزيز، أفضل ممثلة هي رزان جمال، وهي وجهها مغاير للوجوه اللي شفناها. كما قال أحمد العياد، اختار كيرا والجن كأفضل فيلم، والمخرج مروان حامد كأفضل مخرج، كمان اختار كريم عبد العزيز كأفضل ممثل، وهند صبري كأفضل ممثلة. أما الإعلامي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير إعلام.com فحب يعطي تقييم من نوع مختلف وخص فيه فيلم عمهم اللي اعتبر أنه جيد ومناسب لموسم عيد الأضحى، لكن هناك خطأ اجتماعي فادح. فيلم يتسم بقدر كبير من المواقف المضحكة ومشاهد الأكشن المنفذة بعناية، ولكنه في الوقت نفسه يعاني من فقدان المسؤولية المجتمعية، هذا أمر يجب أن نذكره. فيلم يعني لا يدين شخصية المخالف للقانون فقط لأنه ينتصر على مخالفين أكثر منه. أنا سلطان وبيقولوا لي عمو، أنا مش بتاع مشاكل، والله ما بتاع مشاكل. رغم مواهبه المتعددة، اختار الفنان تامر حسني فيلم بحبك اللي عرض مؤخراً عشان يلعب فيه بجانب البطولة وكاتب السيناريو دور المخرج، وهي تجربة لم تعتبرها الصحافة واعدة، لكن الجمهور انقسم بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل يريدون رؤية تامر حسني كمخرج مرة أخرى؟ رغم أنه شخصياً اعتبر أنه نجح جماهيرياً في التجربة ووعد بتكرار. انا بحبكم انتوا الاثنين وعايز اتجوزكم. ده تخيل مش اكتر. الطريقه التي انتهى بها المسلسل في جزئه الاول كانت يعني انا باعتقادي كامله، يعني شخصيات خلصت، عرفنا نهايه الحكايه، فبالتالي ان ناخذ الشخصيات نحو بعد مختلف او بعد جديد اعتقد بانه
سيكون فيه نوع من المخاطرة إن كان هذا هو السيناريو المطروح. منذ الإعلان عن العودة بجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، وهناك تساؤلات عديدة حول الفكرة اللي رح يعود بها الجزء الجديد، وما إذا كان سيهدد نجاح الجزء السابق من العمل، خاصة وأن الموسم الأول عرض في 190 دولة وبأكثر من 32 لغة ولقي نجاح كبير. يقدم الجزء الثاني من المسلسل نفس فريق الجزء الأول على مستوى الكتابة والإخراج والإنتاج، وهو فكرة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالاشتراك مع إسلام الشوملي ومن إخراج تيما الشوملي. أسئلة كثيرة تطرح حول نهاية الجزء الأول المعلقة واحتمالية تغيير بطل أو اثنين عن الجزء الثاني، إلا أن مصادر أكدت أنهم رح يتواجدوا في الجزء الثاني وأن العمل غير واضح بعد، حيث لا زال في مرحلة الكتابة. هلأ؟ المدرسة صارت كابوسي. أهم القيم عندنا هون في مدرسة الروابي تحمل المسؤولية والصدق.